مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. أرحب وأمسي بالخير على كل العاملين في هذا البرنامج، وتحديدا زميلتي فاطمة. مساء الخير. مساء الخير عبد الله، ونمسي بالخير على مشاهدينا الكرام وكل زملائنا المتواجدين معنا في استديو مساء الخير يا كويت. ويسرنا أن نلتقي معاكم في حلقة جديدة ومزيد من التفاعل بين الإعلام والمواطنين من خلال هذا البرنامج. أكيد فاطمة، وقبل ما نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نود أن ننوه بأن آخر الأرقام اللي وصلنا إليها في دولة الكويت الحبيبة بالنسبة للمصابين 208 مصابين، وأن الحالات الجديدة اللي سجلت اليوم 13 حالة، بينما أمس سجلت 4 حالات فقط، وقبل أمس سجلت حالتين فقط. اليوم نقول لكل السادة المشاهدين أن دولة الكويت ولله الحمد هي من أقل الدول اللي تسجل إصابات على مستوى العالم، لأن هذه الأرقام تراجعت إلى المرتبة 72 في ضمن قائمة ترتيب دول العالم، والمرتبة 10 على المستوى العربي من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد، ولله الحمد. الحمد لله. طبعا أكيد معنا اليوم راح نلتقي باتصال هاتفي عبر الفيس تايم مع الدكتور علي ليري، وهو اختصاصي جراحة والمتواجد حاليا في المملكة المتحدة والمصاب بفيروس كورونا. دكتور علي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي عبد الله. بداية دكتور، قبل أي سؤال خطاك السو، وطمنا عن حالتك. خطاك الله أخوي، والله الحمد لله الأمور طيبة، مثل يعني الأعراض كلها حاليا راحت، وأنا بديت أداوم مرة ثانية من يوم الاثنين اللي طاف. نعم. فالحمد لله أبشرك الأمور كلها زينة. الحمد لله دوم. دكتور بداية ودنا نعطي المشاهدين فكرة عن كيفية إصابتك بالفيروس فيروس كورونا المستجد، وكيف تعاملت منذ اللحظة الأولى مع نفسك؟ شوف أخوي عبد الله، أنا اللي صار معاي إن قبل أسبوعين تقريبا على يوم الأربعاء كنت خفارة في المستشفى، وكان في مريض دخلنا العمليات. نعم. طواري إنزين، وتعاملنا مع الحالة كأي حالة طوارئ. تقريبا على يوم وظل المريض بالعناية، وأنا كنت من الناس اللي قاعدة أتابعه في العناية. يوم الجمعة بالليل المريض كان زين وتحسن وطلع من العناية، فعلى يوم السبت تقريبا، يوم السبت خفارة الويكند، فكلموني الشباب اللي زملائي بالخفارة قالوا لي ترى المريض تعبان وبلشت معاه كحة وسخونة وأعراض جهاز تنفسي. نعم. وإحنا شاكين في كورونا وراح ناخذ له مسحة حاليا. فأنا قلت ماشي، يعني إن شاء الله خير وإن شاء الله ما كل العافية. بس على يوم الأحد الصبح بلشت معاي أعراض الصداع وشوية حكة في البلاعيم، الكحة بلشت معاي بعد. على يوم الأحد بالليل تقريبا نفس اليوم، لا والله أشوف إن كني حاس إني أنا مسخن ورعشة ورجفة بجسمي، وطبعا الأعراض هذه مات الكورونا. نعم. وعلى يوم الاثنين بلشت معي عوار شديد في العضلات. فبس اللي أنا تسويته طبعا هني، بما أن في لندن وهني الحكومة البريطانية ما تقدم الفحص حق أي أحد، لازم تكون أن أنت أعراضك شديدة وتكون في المستشفى علشان يأخذون لك المسحة مالت الكورونا. نعم. على يوم الاثنين أو الثلاثة طبعا أنا كلموني شباب الزملاء اللي هني، قالوا لي أن المسحة مالت المريض طلعت بوزيتيف وطلع في كورونا. فيعني انا كنت في احتكاك جدا مباشر مع مريض في كورونا، مع ان انا كنت ماخذ الاحتياطات اللازمة واللي كانت متوفرة حزتها، اللي هو طبعا لبس العمليات يكون لبس كامل مع الدس ومع الكمام، لكنه يمكن السبب اللي انتقل لي ان انا ما كنت لابس الكمام اللي هو الـ N95 أو ما يعادله يعني. نعم. كان الكمام طيب الجراحي العادي اللي يغطي الوجه. نعم. طيب دكتور، شلون تشوف الإجراءات الاحترازية اللي أعدتها دولة الكويت من خلال متابعاتك اليومية عالميا؟ والله أنا صراحة أشوف أن الأمور زينة، يعني يعطيهم ألف عافية الحكومة، ما قصرت مع الكل خصوصا وزارة الصحة. يعني أنا على تواصل مع زملائي بالكويت وأسألهم عن الأمور شلون قاعدة تمشي وهذا. نعم. وصراحة المجهود جدا جبار، قاعدين يقومون يعني تقريبا على مدار الساعة أن قاعدين يهتمون في الأمور، والإجراءات والأجهزة اللي متوفرة شيء جدا كبير وممتاز يعني.
نعم ولله الحمد. طبعا كل الشكر لك دكتور علي ليري، ما تشوف شر يا رب، وان شاء الله ترجع مشافى معافى. كل الشكر لك دكتور. الشر. شكرا شكرا للدكتور علي ليري، اكيد مستمرين معكم في فقراتنا في مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل. لتفادي العدوى الفيروسية التنفسية ضرورة غسل الأيدي باستمرار باستخدام الصابون والماء أو باستخدام المعقم الكحولي. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وهي أهم وسيلة للوقاية من فيروسات البرد وغيرها، أنك تحط إيدك على الماء، يعني تبلل إيدك، تجيب الصابون، تفرك إيدك وتدلك ما بين الأصابع، وخاصة المناطق هذه لأن هي مناطق تجمع الفيروسات، مدة 20 إلى 25 ثانية. نجدد لكم التحية متابعينا الكرام، والحين راح نلتقي مع الدكتور ياسر غضنفر استشاري الروماتيزم والمناعة بمستشفى مبارك. حياك الله دكتور ياسر ويانا. مساك الله بالخير اختي فاطمة، مساك الله خوي عبد الله، مساك الله المشاهدين كلهم. حياك الله دكتور. دكتور بداية، التطور في فيروس كورونا، متى الأعراض تبدأ تتطور يوم بيوم لدى المصاب بهذا الفيروس؟ هذا سؤال جدا مهم، لان الحين بعد اعتقد الناس صار يمكن عندهم خبره كبيره، بس هم قاعد ينسون اشياء اساسيه. صحيح ان فيروس كورونا له اعراض مشابهه لاعراض انفلونزا، بس قاعد ينسون نقطتين مهمتين. الشخص عاده اللي قاعدين احنا بالكويت جاي من منطقه موبوءه، او مخالط شخص جاي من منطقه موبوءه. الحين تدري الديره صار تقريبا 14 يوم كان كل شيء، ماكو طيران موقف. الحين تقريبا الحالات اللي كانت موجوده طلعت، اكو ناس لحد الان موجودين في المحاجر. لاحظنا من اللي قاعد نشوفهم احنا في الحالات اللي شفناهم عندنا لحد الان في الكويت، انه كان في اعراض شائعه بين المرضى اللي احنا شفناهم. الغالبيه كان عندهم حراره، الغالبيه كان يشكي من صداع غير عادي، عمره بحياته ما حاشه نفس الصداع، وجهات تام. باقي الاشياء الناس تعرفها، عوار بلاعيم، خشم، اعراض الزكام الثانيه، بس لازم لا ننسى النقطه ان جايين من مناطق موبوءه او مخالط لشخص جاي من منطقه موبوءه. نعم دكتور، شلون نتصرف في حال ان احنا تواجهنا مع شخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد 19؟ هذا السؤال جدا مهم، ويمكن بالفترة الأخيرة شفتي وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتكلم الفيروس بيطول لأربعة أيام على أي سطح، بيطول ثلاثة أيام، ينطلق عن طريق الهواء. للأسف كان وايد معلومات مغلوطة. احنا نرد ونقول الوقاية هي الأساس اللي احنا نبي يكون موجود. شي همكم الحين الفيروس بيظل على السطح يوم ولا يومين؟ احنا قاعد نقول لا تلامس الأسطح، إذا لامست الأسطح غسل إيدك على طول، إذا شفت إيدك وسخة سواء كان بالماء أو المواد الكحولية. هذا الأساس اللي احنا نبي الناس تفهمه. الحين في بعض الناس قاعد يمكن من الفئات الأكثر معرضة للخطورة قاعد يحاول يقي نفسه أكثر عن طريق لبس الكمام أو عن طريق لبس القفاز، هذه ما فيها مشكلة، بس كنا دائما نحرص أن اللي يلبس القفاز لا يلبسه طول اليوم، يبدأ لامس كل الأسطح، لازم يبدل القفاز بين المدة. هذه الأشياء اللي احنا نبيها، هذه الأشياء كلها تنطبق على المرأة اللي الناس اللي تقول أنا إذا كنت شاك أن واحد في كورونا أو مصاب في الكورونا شلون أتعامل معاه، هذه الأشياء لازم أنتبه. أكيد يعني. يمكن تعقيبا على اتصالنا قبل شوي مع الدكتور علي ليري، واللي يعني كان ماخذ كل الاحتياطات ولكن أصيب في هذا الفيروس، وهذه رسالة للجميع، يعني يجب أن تأخذ حذرك، عدم المخالطة، الطلعات الغير ضرورية، هذه كلها ممكن أن تنقل لك هذا الفيروس. أكيد أكيد. فدكتور شنو نصيحتك للي فعلا يعتقد بأن هذا فيروس لا إن شاء الله ما فينا إلا العافية، ومثل ما ذكرت يلبس جلافز أو يحط الكمام ويطلع ويروح كل مكان؟ طبعا ما اتوقع يعني قاعد يشوفون بالتلفزيون الإذاعة انتم مقصرين عن طريق الرسائل هذه ان قاعد نمنع الاختلاط. يمكن حتى المؤتمر الصحفي تو من مجلس الوزراء قاعد يرد يتكلم على التجمعات.
لا تطلعون الا حق الاشياء ضروريه، لا تقعدون تجمعات كبيره، لا تروحون حق شيء مو ضروري اجله، حتى مو لو ما اخذ كل الاحتياطات، حتى لو ما اخذ كل الاحتياطات. صحيح احنا قاعد نتكلم على فيروس قاعد ينتقل، قاعد نشوف الارقام قدامنا وحوالينا. انا يمكن قلت هالكلام من قبل شهر، يا جماعه خلونا مثال الصين وليس مثال ايطاليا او دول اوروبا اللي احنا قاعد نشوف فيها زيادات، وان شاء الله تكون احنا من مثال الصين ولا من مثال الدول الاوروبيه اللي قاعد نشوف تزيد ازدياد عندها. نعم دكتور ياسر، اعلنت وزاره الصحه وصول اجهزه جديده للكشف عن فيروس كورونا، شنو الفرق بينها وبين المسحه اللي كانت تستخدم؟ الناس طبعا في الاخر 3-4 ايام من امس يوم بدات ايضا تطلع الوصول للطائرات اللي قاعد فيها الاجلال الخطه الاوليه، شافت ان في اجهزه نظام كامل موجود في المطار حق المرضى او مو المرضى، الكويتيين المواطنين اللي قاعد يردون لهذا. الجهاز اللي موجود قاعد تطلع نتيجته بسرعه في ظرف 10 دقائق او ربع ساعه، هذا عباره عن جهاز فحص دم قاعد ياخذ عينه كانك ماخذ فحص سكر، وياخذ الدم وقاعد يشوف نسبه الاصابه بالاجسام المضاده، ايش كثر عندك اجسام مضاده من الفيروس. احنا طبعا الكل يدري ان هذا مو الجهاز اللي احنا نشخص فيه لهذا. فعلى سبيل المثال يجينا المريض او الشخص المجلى قاعد يسوي يدخل بياناته يسوي الفحص هذا، الدم يقول انه ممكن ان هذا مصاب، قاعد ناخذه نعزله على في مكان بروحه، بعدين نسوي له المسحه التشخيصيه اللي هي قاعد نشوف فيها الفيروس مباشره سواء عن طريق الانف او عن طريق البلعوم. هذه اللي قاعد تاخذ ممكن لمده 24 ساعه بعض الاحيان 36 ساعه، وعلى اساسا نحدد اصابه هذا الجهاز نفسه الاساسي. نعم. ممتاز للمسح خاصه لاعداد كبيره اللي راح تجينا في ظرف الايام القادمه، ولكن التشخيص يظل عن طريق المسحه الجينيه. نعم كل الشكر لك دكتور ياسر على وجودك معنا وتوضيحك لبعض النقاط المهمه. شكرا على الاستضافه. متابعينا ننتقل معاكم عبر الفيس تايم مع السيدة أشواق صالح العرادة، مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية بمكتب الشهيد الديوان الأميري، واللي راح تتواصل معنا من جمهورية مصر العربية الشقيقة. نعم بعد وصولها من جمهورية مصر الشقيقة. مساء الخير سيدة أشواق، نقول الحمد لله على السلامة وخطاك السوء. الله يسلمك حبيبة قلبي ويا هلا وسهلا فيكم. أشواق، نبي نعرف شلون كانت مساعدات سفارة دولة الكويت في جمهورية مصر العربية؟ والله صراحة ما قصروا من أول يوم بدأ الموضوع، وهم تواصلوا ويانا ورحنا لهم لعندهم وبلغوا طمنونا في البداية. نعم. كان كل كلامهم تطمين، وبعدين خذوا منا جوازاتنا وأرقام الهواتف وقاموا يتواصلون ويانا على طول، كل يومين يتصلون يسألون عنا لأن احنا قاعدين في بيتنا الخاص، وكانوا ما شاء الله عليهم خلية نحل، يعني كانوا يعورون قلبي صراحة لأن متواجدين 24 ساعة، الأرقام 24 ساعة. كلمة قالها الملحق الثقافي حق ابن كان أحد الأبناء كانوا وياي طالب دراسات عليا، فلما تكلم وياه قال له كلمة واحدة، قال حياتك وصحتك أهم من دراستك. نعم. ارجع الكويت. فهذا الكلام يعني الحمد لله على سلامتكم كبير. نعم الحمد لله على سلامتكم قبل كل شيء. ونبي نعرف شلون، كلمينا عن الوصول وشلون كان استقبالكم والتسهيلات اللي لقيتوها في المطار. اول شيء جزاهم الله خير، ارجع واقول السفاره لان كان العمليه منظمه جدا في مصر، شلون المطار انفتح فقط لطيارتنا، شلون استقبلونا وعمليه اجراءات الدخول وشلون ركبنا الطياره، ما ارتاحوا حتى ركبوا ويانا الطياره لين تتسكر يلا طلعوا خلونا. وبعد ما وصلنا هني يعني امانه لو اقول مهما اتكلم ما وفيهم حقهم، العمليه منظمه جدا، شغل رائع، من على الطياره ياخذون حرارتنا، وبعدين العمليه التنظيم فيها خمسة فقط اللي ينزلون، 10 الباص الواحد حده ما يزيد عن 10، الكل يهلي ويرحب، تطلعين تروحين مباشره حق الجوازات الكاونترات مفتوحه بعدد كبير والكل واقف وياك، وتفضلي كل واحد هلا خالتي ماي اللي يحب يسال، يعني شيء رائع صراحه. لما رحنا جانب الخيمه عشان نقعد نرتاح للانتظار،
شكل شيء منظم مرتب، مسافات التعقيم من أحد يقوم التعقيم واقف، تفضلي خالتي تروحين على طول على الصحة، الدكتورة عسل اللي قابلتها، دكتورة كل دكتورة معاها ممرضات ثنتين. نعم الله يعطيهم العافية أخواننا في وزارة الصحة أكيد والطيران المدني. رائع 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 جدا. نعم. شيء منظم محترم يعني. نعم أنا بيش توصفي لنا أخت أشواق الحجر المؤسسي اللي دخلتوه حاليا من بعد وصولكم من مطار الكويت وآلية التعامل معاكم. إحنا ما نقول حجر مؤسسي، إحنا نقول في ضيافة الدولة. نعم. صراحة من عند الباب الأخوان بالحرس الوطني، الأخوان في الصحة، المتطوعين شايلين فوق رأسهم، والله ما تتمنين شيء اللي يبون لك غير الكلام الطيب. شباب وشياب ريايل كبار ودكاترة يجون لي عندك طول النهار وهم قاعد يلفون علينا، تبون شيء تامرون شيء، الدكاترة إيه ياخذ سي في الحالة الصحية مالتك، شنو الأدوية اللي أنت محتاجتها، الأكل قاعدين ثلاث وجبات بدون ما تطلبين قاعد ييج، غير اللي يقول لك الماء، غير الغذاء، الروح الحلوة. إحنا الصج مسكوك علينا، صج الحرس الوطني داير مدارنا للمحافظة علينا وعلى أهل الكويت بكل صدر رحب، يتكلمون ويانا بكل احترام طول ما احنا نمشي واحنا داخلين، التحية من الجميع. يعطيك العافية أخت أشواق، شكرا لأنش قاعد تنقلين لنا شنو اللي صار معك من وقت وصولك مطار الكويت وحتى الحجر المؤسسي، ونتمنى لك السلامة أكيد. متابعينا فاصل وراجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا، والآن نتوقف معكم في هذه المحطة الحوارية الجديدة ولقاء مباشر مع العميد المهندس عبد الله الدوسري مدير إدارة وقاية محافظة الفروانية في الإدارة العامة للأطفاء. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، مساء على مشاهدينكم والساعة المباركة اللي نجي عندكم. ساعتك أبرك. نطرح استفساراتكم أو شيء تبونا حاضرين فيه. حياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. في البداية نبي نعرف مهام قطاع الوقاية بالإدارة العامة للأطفاء. القطاع الوقاية احنا أساس عملنا هو حماية الأرواح والممتلكات، هذا شيء اللوجو الأساسي مالنا. طبعا الحماية هذه تأتي على حسب المزاولة المكان أو المهنة أو النشاط، فنوضع اشتراطاتنا على حسب الخطورة. طبعا الخطورة تأتي تصنيفات، تصنيف خطورة خفيفة متوسطة وخطورة عالية، وبناء على تصنيفه شنو مزاولة العمل هذا، فنحط اشتراطاتنا لحماية الأرواح والممتلكات بما يتناسب معها. جميل. عميد عبد الله، يمكن مع بداية أزمة فيروس كورونا أيضا قطاع الوقاية بالإدارة العامة للأطفاء ذهب للكشف عن المخازن، عن المستودعات وغيرها من هالأمور، يا ريت تكلمنا عن هذه النقطة. بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة لنا طبعا عملنا روتيني، احنا أساسا احنا نكشف عن المخازن. صحيح. هذه من قبل، ولكن طبعا في وقت الأزمة هذه فكثفنا عملنا في الأماكن هذه أكثر، لأن طبعا هذه المخازن استراتيجية للدولة. نعم. اساسا يتم المحافظه عليها والامور هذه، فاحنا كشفنا عليها في مخازن في كذا منطقه اللي هي تابعه لوزاره التجاره ووزاره، فكشفنا عليها لنشوف انها مطابقه لجميع الاشتراطات الوقائيه، لا سمح الله يصير حريق او يصير اي شيء انها تكون بس في ايد سليمه وما يكون فيها اي شيء باذن الله. نعم باذن الله.
نعم، وشفنا أيضا أن في قطاع الوقاية بالإطفاء أن دائما يكون في كشف على المحاجر الصحية وأيضا مخازن الغذاء بما يخص الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق. أي بالنسبة للمحاجر طلعنا على أكثر من محجر الحين وشغالين، لازلنا شغالين طبعا عليهم. طبعا نوضع الاشتراطات الوقائية لحماية الناس، لأن هذه تعتبر محاجر مؤقتة. نعم. تكون من خيام أو مواد ممكن تكون قابلة للاشتعال، فنوضع اشتراطات معينة لحماية الناس اللي موجودين يعني، ونأمن سلامتهم. فشغالين عليها في أكثر في محاجر خلصوا، وشغالين على الباقي الأماكن، والحمد لله إن شاء الله نأمنها، وإن شاء الله يحافظ الله الكويت وأهلها إن شاء الله بإذن الله. اللهم أمين. القوة. يمكن في بعض يعني الكلام اللي طلع بأن في هناك تنسيق ما بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة كذلك فيما يخص توزيع الأدوية خلال فترة حظر التجول على أصحاب الأمراض المزمنة في جميع محافظات دولة الكويت. نعم، هذا طبعا مبادرة من ساعة الفريق خالد راكال مكراد، عرض الفكرة هذه على وزير الصحة. نعم. ولاقت اعجابهم، فكوننا سيارات الاطفاء وافراد من الاطفاء يكون متخصصين لنقل الادويه هذه في جميع مناطق الكويت. جميل. ويتم وتوزيعهم، والامور هذه تكون تحت تصرف وزاره الصحه نفسها. نعم. هي راح توزعهم وين ما تبيهم، لان في ناس ما يقدرون يوصلون ياخذون ادويتهم. صحيح. في المستشفيات، فاحنا راح نوصلها لهم خصوصا في فتره حظر. إيه طبعا طبعا، هو طبعا الفكره ان هذه وهذه السيارات اللي تشوفها راك كل السيارات وتغطي جميع المحافظات يعني. اي على احنا بامر وزاره الصحه تقولنا وين نحطها، احنا حاضرين. عساكم على القوه. يطول عمرك، احنا بالاتم استعداد في اي شيء يعني. مو غريب عليك. يطول عمركم. نعم العميد المهندس عبد الله، قبل الهوى كنا قاعدين ندردش شوي وقلت لي انك انت كنت موجود مع الصفوف الاماميه الاولى في استقبال المسافرين اللي تم اجلائهم من الخارج، شنو دوركم في هذه العمليه؟ بالنسبه للعمليه الوضع على طبعا مو محجر، اللي هو مكان استقبال. نعم. الجايين الكويتيين اللي جايين من الخارج. نعم. فوضع آلية معينة لحمايتهم وحماية البلد نفسه وحماية لا سمح الله أن ما ينتشر المرض هذا. فحنا في دورنا طبعا كل وزارة وكل جهة جزاهم الله خير، كل واحد قام بدوره وعمل عملنا كان تأمين هذه الخيام والأماكن هذه. لا سمح الله صار حريق، أنه يصير في سرعة استجابة، مدربين طبعا حنا مدربين على الأمور هذه، فهذا عملنا. بالإضافة للدار عن مطفاء وضعنا اللي هي آليات. نعم. موجودة على طول لهذه الأماكن في المطار. ف24 ساعة موجودين لتأمين حماية الناس، لا سمح الله صار أي شيء فهذا عملنا على طول سرعة استجابة. قواكم الله والله، يعطيكم الصحة والعافية في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين كذلك. كل الشكر لك عميد مهندس عبد الله الدوسري. أنتم المشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله أشوفكم بحال افضل ان شاء الله باذن الله، والكويت بحال افضل باذن الله. اللهم امين ان شاء الله. اكيد مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل. قمنا باجراء تقييم مفاده ان كوفيد 19 بات يمكن تصنيفه بانه وباء عالمي. لازم نستوعب أن نعيش في ظرف استثنائي، فيروس تحول إلى وباء عالمي ضرب دول العالم، لا توجد دولة واحدة في العالم بمعزل عنه، وقسم من دول العالم ما زال في مرحلة احتواء الفيروس والقسم الآخر فشل وانتقل إلى مرحلة الانتشار والتفشي، وبلادنا بتوفيق الله وفضله ومنه وكرمه ما زالت في مرحلة الاحتواء، لأنها بذلت الأسباب واللي منها اتخاذ القرارات الاحترازية العالية جدا في وقت مبكر، واللي منها مس الصلوات الخمس وإغلاق المساجد. هذه القرارات لا بد من اتخاذها، ولا بد من اتخاذ ما هو أعلى منها حتى نبتعد عن شبح التفشي والانتشار. وهذه القرارات يا إخواني وأخواتي لن تكون ذات جدوى إلا إذا التزمنا فيها وتواصينا على التعاون على تطبيقها، حرصا على أنفسنا وصيانة لأسرنا وحماية لمجتمعنا.
ورجعنا لكم متابعينا مع محطتنا الحوارية الثالثة لهذا اليوم، ونلتقي فيها مع الدكتور خالد الشطي المتحدث الرسمي للحملة الوطنية للجمعيات الخيرية. حياك الله دكتور ويانا. الله يحييكم ويعطيكم العافية ومساكم الله بالخير جميعا. حياك الله يمسك بالنور. دكتور عطنا آخر الأخبار فيما يخص هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي على كل من يشاهدنا. يا حياك الله. وإن شاء الله الأزمة قريبا تنفرج ونرجع إن شاء الله إلى عادتنا الطيبة وتزاورنا ويمعتنا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج عن الجميع. اللهم آمين. إحنا في الحملة الوطنية للجمعيات الخيرية لحشد الجهود في مواجهة فيروس كورونا. حملتنا اسمها فزعة للكويت، هو تجمع الجمعيات الخيرية في الكويت. نعم. الجمعيات الخيرية، المبرات الخيرية، والفرق التطوعية، والجمعيات الأهلية. جميل. متعاونين مع وزارات الدولة بفضل الله عز وجل، كل يوم عندنا إنجازات كبيرة قاعد تقدمها الجمعيات الخيرية في الكويت. متعاونين مع وزارة الشؤون اللي نرفع لهم القبعة ونقول لهم يعطيكم العافية، يوميا قاعد نعرض عليهم مشاريعنا ويتم الموافقة عليها. حلو. ومعنا أول بأول كل خطوة، والآن دخل معنا على الخط وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية، وما شاء الله أيضا نشكرهم. أمس كنا باجتماع وقالوا لنا شو اللي تبونه، قلنا لهم نبي نوصل كثر ما نقدر يعني سلات طبية وقائية حق أولادنا في أمريكا، في بريطانيا، في الدول اللي يدرسون فيها، وأيضا الأسر. قالوا لنا أموركم كلها ماشية إن شاء الله، ورتبوا لنا كل الأمور. فنشكر أيضا وزارة الخارجية. إحنا يعني بس أنا بقول لكم شو اللي سويناه أمس. احنا كل يوم عندنا تقرير الساعة 8 او 7 ونص تقريبا يبين كل جهود الجمعيات الخيرية. حلو. 50 جمعية خيرية، 80 مبرة خيرية، 160 مؤسسة أهلية، وايضا الفرق التطوعية. فيما يتعلق بالجانب الوقائي والتوعوي، الان المؤتمر الصحفي اللي يعرض صباحا كل يوم ترجمناه الى 13 لغة. حلو. لكل اغلب الجنسيات اللي في الكويت. اليوم سوينا شيء جديد، أي خبر توعوي طلع الدولة للتوعية ترجمناه أيضا إلى لغة الصم والبكم. جميل. فحتى الشريحة هذه الحمد لله الجمعيات الخيرية ما نستها. بدينا نسوي فيديوهات شلون تصير الرياضة في البيت. حلو. فيديوهات شلون تسوي وقاية صحية وطبية في البيت. سوينا مسابقات الآن حفظ القرآن الكريم عن بعد، مسابقة تصحيح قراءة سورة البقرة وآل عمران. يعني دشوا معنا مسابقة اليوم أمس. مسابقة. مسابقة. جميل. في تصحيح سورة البقرة وآل عمران 1000 شخص. وتصور اليوم صار اللي أول يونا في المساجد أو دور القرآن الكريم. نعم. اليوم عن بعد من خلال بيوتهم قاعد يشاركون معنا في المسابقة. جميل. فشغالين في أمس سوينا مجموعة فيديوهات كثيرة كلها فيما يتعلق بموضوع التوعية. ودي أتكلم عن موضوع الدعم اللوجستي لوزارات الدولة، لوزارة الصحة، الدفاع المدني، وزارة الداخلية. أنا كتبت الحقيقة بعض الأمور ودي أذكرها. فضل. يعني وزعنا 4500 عبوة ماي على الدفاع المدني، وزعنا 1100 وجبة على عمال مستشفى الصباح، ريوق وغدا وعشاء هذا أمس. وزعنا مواد تنظيف على مركز الكويت لمكافحة السرطان، وزعنا 4500 معقم لوزارة الداخلية للمنافذ الحدودية. دكتور هذا كله أمس؟ هذا كله أمس، أنا أعطيك تقرير يوم واحد. حلو. لذلك أنا أعتب على اللي قاعد يدز له مقالة في الصحافة أو بتويتر أو وسائل التواصل يقول إيش سويتوا ويا الجمعيات الخيرية. أنا أقول في جهود كبيرة، إذا أنتوا يعني عندكم ملاحظات أو مقترحات وجهونا. يعني يقدرون يتواصلون معاكم. يتواصلون معانا اليوم الجمعيات الخيرية كلها في تحالف واحد. حلو. وأنا كنت يعني اللقاء اللي قبل شوي. صحيح. مع الدكتور ياسر. ياسر. نعم. قاعد أسولف معه، شنو قلت له؟ قاعد أقول له شنو احتياجاتكم في مستشفى مبارك حتى نقدم الدعم إذا كان ناقصكم شيء. فاليوم إحنا قاعدين نقدم الدعم اللوجستي لوزارات الدولة. وزعنا معقمات لوزارة الداخلية المنافذ الحدودية اللي في الكويت. وزعنا على موظفين الخفارات في الداخلية وفي الصحة، وجبات الدفاع المدني، ريوق غدا وعشاء. خلينا نتكلم عن المساعدات للأسر داخل الكويت أو العمالة الوافدة داخل الكويت. وزعنا أمس 1000 سلة تموينية لطلبة الكويت في الأردن. طبعا أول أمس وزعنا، واللي قبله وزعنا 10,000 سلة وقائية لطلبتنا في بريطانيا، وزعنا سلال وقائية لطلبتنا في أمريكا، وزعنا في فرنسا، في إيرلندا،
وشغالين الان نتواصل مع الجمعيات الخيريه قاعده تتنافس من اللي يقدم خدمه اكثر لاهالينا وهذا بالتعاون اللي في برا مع الخارجيه وبعثاتنا الدبلوماسيه تنسيقنا مباشر مع وزاره الخارجيه. ايضا من الامور اللي سويناها امس بس وزعنا 4000 سله غذائيه للاسر المتعففه داخل الكويت في يوم واحد 4000 سله غذائيه. وزعنا 4000 وجبه غداء وعشاء وريوق للعماله اللي في المناطق مناطق سكان العزاب. وزعنا عندنا فريق طبي امس عندنا فريق تطوعي راح جمعيات الفيحة وجابر الاحمد صباح سالم يفحص يدخلون المستشفى. فريق طبي فحص امس 1700 شخص قبل لا يدخل المستشفى قبل لا يدخل الجمعية التعاونية يتم فحصه. وزع امس كان عندنا فريق طبي تطوعي وزع 70 حقيبة لمرضى السكر وكوبونات لمرضى السرطان 4500 حقيبة وقائية للعائدين من السفر. امس كل اللي جو الكويت اول ما ينزل من الطيارة يستلم حقيبة فيها كل المعقبات اللي يحتاجها. واحنا قاعد نحس في الحقيقة جمعيات خيرية نحس ان مقصرين ان يعني توني وانا قاعد اشوف الجروب قبل لا ادخل باكر راح نوزع وجبات غذائيه. هذا غير تقرير اليوم بعد اللي الساعه 8 يطلع باكر ان شاء الله لما يكون عندكم المساء في مساء الخير الكويت راح اقول لكم ايش سوينا اليوم. توني وانا بالجروب قاعد يتكلم واحد من الشباب فريق تطوعي يقول راح نوزع باكر الوجبات للعماله وللمستشفيات والمراكز وزاره الداخليه ومعقمات وزعنا السجون. فواحد من الشباب يقول نحتاج سياره يعني نحتاج بعد سياره. فواحد من الجروب قال انا عندي جيمس تعالوا خذوه باكر الصبح. فقاعدين نحاول كثر ما نقدر نقدم هذه فزعة للكويت واحنا نحس انه فعلا ايضا بعد نحتاج نقدم اكثر واكثر. وشبابنا في الجمعيات الخيريه قاعدين يداومون 24 ساعه وان شاء الله احنا الحين قاعد نقول ودنا نقدم اكثر للحمله اللي راح نسويها خلال اليومين القادمين اللي هي يوم السبت يوم 28/3 عندنا حمله اسمها فزعة للكويت. هذه الحمله راح تجمع الجمعيات الخيرية وهذه أول مرة تصير على تاريخ الكويت. العادة جمعية تسوي حملة في رمضان أو في مواسم. حملتنا يوم السبت الجاي راح تجمع كل الجمعيات الخيرية والمبرات الخيرية في الكويت بشعار واحد فزع الكويت ودشوا معنا وايد من المشاهير للتبرع طبعا. راح يصير لها ثلاث شرائح راح تكون لدعم الجهود الحكومية. الشريحة الثانية للعمالة المتضررة الوافدة في الكويت. الشريحة الثالثة للأسر المتعففة داخل الكويت ونطلب الفزعة. وما شاء الله قاعد أشوف وسائل التواصل كل من قاعد يدخل معانا بالسناب شات وبالتويتر وبالإنستغرام قاعد يقولون إحنا معاكم بالفزعة. ونتوقع إن شاء الله رح نجمع مبلغ كبير وفزعة الكويت كلها في يوم السبت إن شاء الله. وكل اللي رح نجمعه رح نوزعه داخل الكويت. وحطينا شريحتين اللي يحب يدفع زكاة يحط زكاة واللي يحب يدفع صدقات يكتب صدقات كله أونلاين. فهذا كله عن طريق الأونلاين. وإن شاء الله يعني الله يقدرنا كجمعيات خيرية إن نقدم الأكثر وأكثر للكويت. الكويت تستاهل وإحنا ما نطلع من نزاهة. ونسأل الله عز وجل أن يعجل إن شاء الله فرجنا ويرجعون كل شبابنا وأهالينا اللي برا الكويت بالسلامة إن شاء الله. الحمد لله أمس واليوم وإن شاء الله يرجعون كلهم بالسلامة. والله يحفظ الكويت يحفظ أهلها ويجعلنا دائما بخير. ومشكورين ايضا وزاره الاعلام كل يوم قاعدين تغطوا لنا رسالتنا الاعلاميه. هذا حق واجب وقواكم هذا دورنا. يعطيكم العافيه. ونحب نشكر كل اللي قاعد يتعاونون معنا. نشكر المتبرعين اذا احنا شكرنا الجمعيات الخيريه والمبرات الخيريه والفرق التطوعي. الشباب قاعد يتصلون فينا يوميا نبي نتطوع معاكم اي شيء بس قولوا لنا ودنا نتطوع معاكم. شكرنا الشؤون والخارجيه وزاره الاعلام ونشكر كل اللي قاعدين يتعاونون معنا. وشكر خاص ختامي لكم في مساء الخير. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور على هذا الكلام. اكيد راجعين معكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. إلهنا انت الشافي إلهنا انت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته
اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا حياكم الله مشاهدينا. طبعا الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها دولة الكويت هي إجراءات سليمة وتؤدي الهدف المنشود بإذن الله ومنها على مستوى احتواء الفيروس، ولكن نقول أن اليوم 13 حالة تعتبر كثيرا نسبيا عن الأيام السابقة. نقول ونؤكد بأن التباعد والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة وأن التواجد في المنزل يجعلنا بمأمن عن خطر هذا الفيروس انسجاما مع تعليمات وزارة الصحة. نعم، وإحنا نأكد متابعينا من خلال مساء الخير يا كويت أن مو بس نبي العدد يقل، نبي العدد يكون صفر، ونأمل بمساعدة ومساندة وتضامن الجميع أن نوصل للرقم الصفر في عدد الإصابات الجديدة، ونتمنى أكيد لكم الأمن والسلامة بالالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاختلاط والخروج والتزاور، لأنها تسبب أكيد زيادة في عدد الإصابات، وهذا الشيء اللي إحنا ما نبي. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى أيضا أن الله يحفظ ديرتنا الحبيبة الكويت وديار العالم أجمع، وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم أمين. أكيد طبعا نتمنى السلامة للجميع، ودائما نردد ونقول نأخذ الأخبار من المصادر الرسمية، وإن شاء الله الله يحفظ الجميع. نترككم حفظ الله ورعايته، ونقول لكم إلى اللقاء. نعم، إلى اللقاء متابعينا، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نشوفكم على خير.